A vibration isolation unit consists of two blocks of hard rubber bonded to a plate AB and two rigid supports as shown. بيتكلم على التو بلوكس دول رابر ومربوطين بفيكسد سبورتس وفي بليت هنا اي بي. بيقول لي البليت اي بي ده متعرض لفورس knowing that a force of magnitude P equals 25 كيلو نيوتن causes a deflection ب 1.5 مليمتر to the plate AB. يبقى البليت ده هينزل تحت تأثير اللود بواحد ونص مليمتر. Determine the modulus of rigidity of rubber used. الرابر اللي هو ده الرمادي. طب احنا عندنا التاو بتساوي الجي اللي هي مطلوبة في الجاما. التاو عبارة عن P over A. البي مديهولنا 25 كيلو نيوتن يعني 25,000 × 10^3. الاريا عبارة عن مساحة البليت اللي هي الجانبية اللي هي 100 × 150 بس في 2 لأن في من الجنبين دبل شير. يبقى التاو بتساوي 25 كيلو نيوتن 25×10^3 نيوتن على 2 لأن جهتين. لو كان ده مش موجود جهة واحدة كنا ما كانش فيه الاتنين دي، نسمنا على اريا واحدة اللي هي 100 × 150 × 10^6 عشان يبقى بالمتر مربع. طلعت التاو 833 كيلو باسكال أو 833×10^3 باسكال. طب والجاما ده لما ينزل كده هينزل 1.5 ملي وده الدبليو، فجاما 1.5 على دبليو اللي هي 30 يطلع 0.05. ده الجاما يبقى دلتا على دبليو. الجاما عبارة عن ايه؟ دلتا على دبليو سواء من هنا أو من هنا، وهينزل 1.5 هنا كده نفس الشيء هنا. فالجاما اللي هي الحتة دي اللي هي الزاوية دي اللي هنا اللي هي 1.5 تانها على 30. ف1.5 على 30 اداني 0.05. نطبق القانون تاو بتساوي جي في جاما. التاو اهي 833×10^3 الجاما 0.05 فاقسم ده على ده يديني الجي. ده التاو وده الجاما اداني الجي 16.7×10^6 باسكال يعني 16.7 ميجا باسكال.